مستبقة استجواب وزير الصحة الدكتور علي العبيدي المقرر مناقشته في جلسة الغد أحالت وزارة الصحة أحد بنود الاستجواب والمتمثل في ملف واقعة انتحال شخص لصفة طالب طب للنيابة العامة وفصل طبيبين تأديبيا من القسم الذي كان يتواجد فيه الطبيب المزيف كما تم إعفاء رئيس قسم الحوادث من منصبه بالإضافة إلى توقيع عقوبات تأديبية على بقية من ثبت له صلة بالواقعة من أطباء وهيئة تمريضية وإداريين الوزارة أكدت أن التحقيق الذي أجرته لم يثبت أن منتحل صفة طالب الطب قد قام بإجراء عمليات جراحية بالمستشفى أو وصف أدوية أو منح إجازات مرضية